وصلنا إلى فقرة الاستضافة وضيفة حلقتنا اليوم الرسامة والفنانة التشكيلية مياد البرافي، لكن خلونا في البداية نشوف بعض من رسوماتها ونرجع للاستضافة. إذا نرحب بضيفة هذه الحلقة، أهلا وسهلا فيك معنا اليوم ميادة. الله يحييك ميادة. طبعا بالبداية نحب نتعرف عليك، من هي ميادة الورافي؟ ميادة الورافي فنانة تشكيلية وخريجة جامعة تعز قسم جرافيك ديزاين. نعم، وكيف بدأت ميادة وكيف بدأت موهبة الرسم عند ميادة؟ والله بس بدأ من الطفولة، يعني زي أي طفل شخص بيطغي لهو الرسم، بس فعليا رسم ترافلة وكثير رسم بدأت من 3 أو 4 سنوات، 4 سنوات بقالي. جميل، طيب هذه موهبة الرسم كانت من الصغر، لكن هل عززتي وقمت بتعزيز موهبتك بالدراسة ولا اكتفيتي بما لديك من قدرات ربانية؟ حقيقة ظليت بطل رسم بنظر الأهل، يعني الرسم موهبة أولا ندرسها وبعدين ندرسها، فاكتفيت بذلك إلى أن أخذت جامعة. الآن الرسم عندك موهبة فقط تمارسينها أم تحصلين على عائد مادي من رسوماتك؟ يعني لوحة باع فقط الحمد لله، بس مش بشكل دائم. إذا يعني مش هي مهنتك الرسم. طيب للرسم مدارس عدة، أي المدارس التي تتبعينها ولماذا اخترتها؟ أنا أتبع الواقعية بالنسبة لي، لأن أحب رسم البورتريهات أكثر شيء، واضح أحس قريبة من الناس وتوصل أكثر شيء رسالتي اللي هي تعبير الناس وجودهم وحياتهم، ومن فترة جربت التجريبية شوي. طبعا أنا شفت من ضمن رسوماتك كنت مركزة كثير على وجه النساء، في ألم في وجه النساء، هل كان في رسالة شيء توصليها عبر هذا الألم اللي رسمتيه في وجوه النساء؟ رسالتي أصلا أنا تكلمت عن رسمي أكثر من البورتريه، والبورتريه يعبر عن كل شيء. النساء بالنسبة لي يعني هي الجمال والألم وهي كل شيء، فهي الدنيا بأكملها وليس الثوب. الألم موجود يعني بالنسبة لمعايشتي وبالنسبة لي عايشة في تعز ومعاناة تعز وسنوات الحرب، هي سنوات الرسم بالنسبة لي، فطبيعي إنه يكون هذا الشيء ظاهر في الرسم. طيب أنت كمان كامرأة، إيش هي الصعوبات اللي واجهتيها كفنانة؟ والله كفنانة هي صعوبات الوضع الحالي اللي نحن فيه في البلاد، وكامرأة أكيد يعني نعاني صعوبات غير الرجل، يعني الرجل عنده سرعة التحول، التنقل، الاستثمار، سهولة التواصل أكثر. بالطبع حولك أحد يشجعك ويرشدك، من هم لو تحبي تذكريهم؟ وبالأخص أهلي يخليها لك ويخليهم لك أيضا. طيب أكيد من يوم ما بدأت الرسم كان لديك رسام مفضل، هل استمر هذا الرسام هو المفضل لديك؟ وهل هناك رسام مفضل آخر ويؤثر على رسوماتك؟ عالميا من الجميع. نعم، طيب رسوماتك اختلفت من أبيض لأسود وفي ملون، أنت ماذا تفضلين؟ ما هي الآلية التي ترسمين بها؟ ما هي الأدوات التي ترسمين بها؟ ألوان مائية، أقلام رصاص؟ الرسم أكثر شهرة هو الزيت، يعني بالنسبة للناس قربا منهم،
بس بالنسبة لي أفضل النهائي لأنه أكثر شفافية وأكثر حلاوة ويوصل أسلوب حلو. شاركتي أيضا في معارض فنية عديدة، ما هو أهم معرض فني في هذه المعارض التي شاركتي فيها، وما هي أبرز مشاركاتك، يعني أبرز لوحاتك التي شاركتي فيها؟ شاركت في معارض أغلبها في محافظة تعز، والمعرض اللي شاركت فيه في القاهرة في مصر تابع لقاهرة الفن التشكيلي اليمني. أغلب مشاركاتي في جميع المقاعد اللي موجودة، مش من النوع اللي يخبي لوحة عشان معرض محدد أو شيء محدد. اللوحة الأكثر مشاركة هي الصبرية، هذه هي الأكثر مشاركة والأقرب لقلبي. طب أيضا لك مشاركة في الرسم على الجدران، كيف كانت تجربتك؟ تجربة ممتعة، والأكثر من ذلك إن هي توصل رسالة للناس، وحاولنا في أكثر من مرة وفي مشاركاتنا نحن نعيد الأمل لنا، يعني الرسمة اللي نشوفها على الجدران الإنسان لما يموت بيشوف مجموعة ألوان بيشوف رسالة توصله، فهذا بيغير نفسيته جدا. إذا ما هو طموحك لميادة في المستقبل؟ ماذا ستكون ميادة الورافي في المستقبل؟ ماذا تريدين أن تريها بعد 5 سنوات مثلا؟ إن شاء الله أطمح أن نكون نوصل رسالة فنانة عالمية، وعلى الصعيد الشخصي أتمنى أكمل دراستي العليا وأكون إن شاء الله دكتور ميادة الورافي. جميل، طيب أنا كنت سألتك عن الرسام المفضل وأنت رديتي بسؤال ربما ما سمعتش لأنه الصوت ما يوصلش واضح، فالآن جاوبي على السؤال. الرسام يعني المفضل بالنسبة لي يعني هو سلفادور دالي عالميا، لأنه السريالية عالم جميل جدا ويمنيا كثير موجود. تسمي لنا ممكن؟ يعني ممكن أمر عبد السلام فنانة جميلة جدا، والأستاذ رضوان المحمدي. جميل، استضفنا من قبل أيضا. طيب ميادة أشكرك جزيل الشكر، أتمنى لك كل التوفيق. شكرا لك ميادة.